صباح الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة والمفتوحة لآخر التطورات الميدانية. أبرزها حدث سقوط الصاروخ في تل أبيب من دون تمكن منظومات الاعتراض الإسرائيلية من اعتراضه. أسئلة الفشل العملياتي تتردد منذ صباح اليوم في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية، وحتى الآن لم يقدم الجيش الإسرائيلي رواياته النهائية عن هذا الحدث، رغم أنه بات مؤكدا فشل منظومتي حيتس والقبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الذي قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه أطلق من اليمن. البارز هنا ما أفادت به مصادر يمنية خاصة للميادين أنه لا يمكن الاعتماد على الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بأي عمليات للجيش اليمني، الذي وعد بحسب المصادر بتنفيذ عمليات دقيقة ومفاجئة وسينفذ كل وعوده بلا استثناء، ولن يكون هناك رد فحسب، بل ستتبع ذلك عمليات دقيقة ومدروسة واستراتيجية ونوعية ومستمرة. وأكدت المصادر للميادين أن على العدو الإسرائيلي ألا يعتمد على منظوماته الدفاعية من الآن وصاعدا، وأن اليمن أوصل سابقا طائرة يافا المسيرة إلى هدفها، وسيستهدف بأسلحة جديدة بنك أهداف استراتيجية، ولا يمكن أن يتوقع العدو زمان العمليات المقبلة ومكانها. وبحسب المصادر دائما فإن اليمن توصل إلى تقنيات جديدة استخدم جزءا منها لاستهداف البوارج الأمريكية في البحر، التي بدورها فشلت في اعتراض هذه التقنيات. وتختم المصادر أن الجيش اليمني يدرس جيدا منظومات الدفاع لجيش العدو تماما، كما درس أنظمة الدفاع في البوارج الأمريكية في البحر الأحمر سابقا. في هذه التغطية نرحب بضيفنا في الاستوديو الأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية دكتور حسان الأشمر. دكتور صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية. ومن رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ياسر مناع. أستاذ ياسر صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية. صباح النور لكل المشاهدين. إذن أبدأ معك دكتور حسان، ومن الحدث الأبرز هذا الصباح مع إطلاق هذا الصاروخ وأصوله إلى وسط إسرائيل، الجيش الإسرائيلي يقول أنه أطلق من اليمن وأنه سقط في منطقة قريبة من مطار بن غوريون. تتحدث المعلومات عن مسافة 6 كيلومترات من المنطقة التي سقط فيها هذا الصاروخ وهذا المطار، ولكن يتم الحديث عن فشل القبة الحديدية ومنظومة حتس في اعتراض هذا الصاروخ. تعليق أولي على هذا الحدث فيما يتعلق ب الصاروخ المستخدم وأيضا توقيت. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بداية هناك عدة محاور يمكن النظر إليها لهذه العملية. هي أولا أن اليمن توفي بوعدها لدعم المقاومة في فلسطين المحتلة ولإثبات بأن تقوم بالدور المطلوب منها على مستوى جبهات المقاومة وفي الدفاع عن أراضينا المقدسة وأراضينا العربية والإسلامية. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية المكان الذي سقط فيه الصاروخ، أي نتحدث عن وسط إسرائيل، نتحدث عن تل أبيب، الوسط التجاري، الوسط التعليمي، الوسط الذي يعني فيه الحياة الكاملة للكيان، والذي يعتبر نفسه الكيان بأنه بمأمن في هذا المكان عن الاستهدافات. هذه دلالاته الشكلية بالأساس من حيث الموقع. أيضا دلالة أساسية على مستوى الميدان سقوط منظومة الإنذار والرصد المبكر. يعني عندما نتحدث عن مسافة تقريبا 2000 كيلومتر يقطعها الصاروخ باتجاه تل أبيب، معناها أنه إسرائيل عاجزة بكل ما تمتلك من وسائل تكنولوجيا عالية بأن ترصد هذا الصاروخ لناحية إطلاقه ولناحية مساره وتسقطه قبل أن يقترب من الحدود، بالإضافة طبعا إلى سقوط منظومة الدفاع الجوي أو القمم الحديدية التي تعتمد عليها لحماية الداخل الصهيوني. فإذا هناك عدة مسائل سقطت وتتوج انتصارا جديدا للمقاومة. وبكل تأكيد بأن العدو يسأل البعض أنه ماذا سيكون رد العدو في هذا المجال؟ العدو سيبتلع هذا الرد كما ابتلع استهداف المقاومة في لبنان للقاعدة 8200، لأنه كلما قام بعدوان جديد على أي منطقة كما حصل في الحديدة مثلا أو في الضاحية الجنوبية لبيروت تلقى رد أصعب مما كان يتوقع. نحن الآن يعني بداية انطلاق عام دراسي جديد، كيف يمكن للجامعات للمدارس أن تفتح في تل أبيب وتأمن من سقوط الصواريخ في حال كان هذا المستوى
الأمن الذي تقدم حكومة العدو لمواطنيها. وبالمناسبة يعني هناك استطلاع صدر بالأمس للقناة 12 الصهيونية بأن 72% من الإسرائيليين يعتقدون بأن إدارة الحكومة لمسألة الأمن في الكيان هي إدارة ضعيفة. فهذا ما حصل اليوم يترجم بالتأكيد هواجس المستوطنين الصهاينة سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط حتى كما حدث اليوم بأن الحكومة غير قادرة على تأمين الأمن في الكيان، وهذا ما سينعكس لاحقا أيضا على ازدياد الهجرة المعاكسة للصهاينة من عدا عن أن هذا الاستطلاع يعني أبرز أيضا أن 66% يعتقدون أن إدارة الحكومة للحرب هي إدارة ضعيفة، يعني لا على مستوى الحرب هي قادرة أن تحسم وقادرة أن تسيطر، ولا على مستوى الأمن الداخلي قادرة أن تؤمن الأمن لمواطنيها في الداخل الصهيوني. فإذا هناك صورة كانت مرسومة لدى الكيان في الداخل وفي الخارج في الإقليم وفي العالم بأنه هو قوة إقليمية وقادر على حماية مواطنينه، وأنه هو موئل الديمقراطية، وبأنه هو قادر على أن يؤمن أعلى مستويات الأمن وأن يفرض في بعض الأحيان مظلة أمنية. يعني البعض كان يتفاعل بأنه هو من سيحقق المظلة العسكرية والأمنية للشرق الأوسط برمته، أي أن يحمي بعض الدول العربية أيضا، فإذ به الآن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وتسقط منظومة الأمن والردع والقدرة على المواجهة حتى في الميدان على مختلف الجبهات. والمقاومة توفي بوعودها بشكل دائم، وهذا مهم أيضا لجمهور المقاومة ولبيئة المقاومة في كل البلدان التي تنخرط في هذه الحرب من لبنان إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا وبالطبع إلى غزة والضفة الغربية. الثقة أكبر في المقاومة بأن شعبها غير متروك، وبأن أي عدوان للصهاينة على منشآت أو على الآمنين المدنيين ستلقى إسرائيل أضعافا مضاعفة من قبل هذا المحور. هذه أهمية هذا الرد في هذا التوقيت في الذات. أستاذ ياسر مناع عضو الكنيسة جادي أيزنكوت بعد هذا القصف وسقوط الصاروخ اليوم يقول المشكلة المركزية هي في غياب الصلة بين أهداف الحرب وبين الواقع الاستراتيجي والاستراتيجية المطلوبة. إلى أي مدى هذا الكلام يعبر اليوم عما يحصل فعليا في إسرائيل؟ وجرى تداول عدة معلومات وتحليلات وأسئلة كثيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد سقوط هذا الصاروخ. بداية برأيك ما هو أبرز سؤال اليوم يتم تداوله ويتم التركيز عليه إسرائيليا؟ يعني لا شك أن إسرائيل كانت على أهبة الاستعداد في انتظار الرد اليمني، لكنها فشلت مرة أخرى في هذا في اعتراض هذا الرد وفي اعتراض هذا الصاروخ. السؤال الأبرز باعتقادي كيف نجح صاروخ واحد حلق لمسافة قرابة 2000 كيلومتر واستغرق وقت 15 دقيقة إلى سقوط يعني في مكانه وصاب الهدف الذي حدد له؟ هذا السؤال الأهم. أين المنظومات الدفاع الجوي؟ أين طائرات F-15؟ هذا أيضا هذا يعيدنا ويشكك في الرواية الأولى التي قالت بأن مسيرة يافا استطاعت أن تخترق الأجواء وتضرب تل أبيب بسبب خطأ في التشخيص. أيضا ذلك يعني يلفت الأنظار إلى الشمال. ماذا يجري في الشمال؟ الاحتلال على ما يبدو أنه يتكتم على الكثير من الخسائر والمواقع التي يتم استهدافها من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان. كل هذه الأسئلة تطرح اليوم على الطاولة، وبالتالي على المؤسسة الأمنية أولا والمستوى السياسي ثانيا الإجابة عن ذلك. إضافة إلى ذلك هذا الفشل في الاعتراض لا تهم النتائج كثيرا كعدد الإصابات أو عدد القتلى والأضرار. هذا الأهم في ذلك أن هذا الفشل في الاعتراض في ظل حالة الانتظار والتأهب هو يضاف إلى الفشل الاستخباراتي في 7 أكتوبر وإلى الفشل في اعتراض المسيرات التي استهدفت المنشآت الاستخبارية في جليلوت. أيضا كذلك يعني هذا ما جرى اليوم والاعتراف بفشل منظومة حيتس والقبة الحديدية وأنظمة الدفاع الجوية التي تتباهى بها إسرائيل أيضا يؤثر على الصناعات الإسرائيلية العسكرية من ناحية التصدير والتسويق، بمعنى أن الدول التي تفكر في شراء واقتناء هذه المنظومات ستعيد التفكير مرة أخرى.
كذلك أمر مهم أن التوقيت الإطلاق وتوقيت القصف جاء بالتزامن مع قرار نتنياهو بتوسيع دائرة الحرب في لبنان، بمعنى أنها رسالة من اليمن إلى إسرائيل أن أي محاولة توسيع أو اعتداء على لبنان سيكون هناك توسيع من قبل الجبهات المساندة لغزة، بمعنى وهذا يعني شيء حقيقي وهذا يؤكد على وحدة الساحات. باعتقادي أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي أمام أسئلة ثقيلة، يعني كذلك لو لم يرى المستوطنون هذه الصواريخ ولم تضرب صفارات الإنذار ولم يدخل أكثر من 2 مليون مستوطن إلى الملاجئ لتكتم الجيش على هذا الحدث وقال أنه تمكن في الاعتراض، إلا أن يعني ما تم توثيقه أحرج المؤسسة الأمنية. باعتقادي أن اليوم إسرائيل في موقف حرج، أن الحكومة نتنياهو رغم ما تتمتع به من شعبية يمينية في إسرائيل إلا أنها أمام أسئلة يجب أن تجيب عليها. دكتور حسان، كل هذه الأسئلة التي طرحها ضيفنا من رام الله الأستاذ ياسر مناع، أي أزمة تضيف اليوم داخل الكيان الإسرائيلي إلى كل الأزمات التي ترتبت عن هذه الحرب منذ بدايتها بعد 7 أكتوبر، وأيضا الإخفاقات الإسرائيلية نتيجة محاولات التصدي لكل جبهات الإسناد لغزة؟ الأزمات التي يعيشها الكيان وحالة الإخفاق في الميدان سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو حتى على مستوى شمال فلسطين ومواجهة المقاومة في لبنان، كلها بشكل أساسي تترجم من خلال ازدياد عمليات التهويل لدى الكيان والتصعيد في الخطاب السياسي والعسكري تجاه دول المنطقة. يعني نرى خلال اليومين الماضيين درجة التصعيد بالخطاب السياسي والعسكري تجاه لبنان، وأن هناك انتقال إلى حالة جديدة لناحية توسعة الحرب. يعني يعتقد بأنه بات مفهوم توسعة الحرب بالنسبة للإسرائيلي أن ازدياد بعض الضربات بدل من 10 أو 15 أو 20 نصبح 30 ضربة مثلا باليوم، أن هنا هذه هي أصبح مفهوم توسعة الحرب بالنسبة للكيان. هذا ما يبرزه حالة الغضب وحالة التوتر الموجودة لديه التي باتت تترجم على المستوى الخطاب الإعلامي. نعلم جيدا بأنه يمتلك القدرات العسكرية الهائلة والقدرات التدميرية الهائلة، ولكن كما أثبت اليوم وكما أثبت يثبت كل يوم على مستوى عمليات المقاومة لا سيما في غزة وفي جنوب لبنان بأنه غير قادر على تلقي ردود الفعل، وبالتالي لن يكرر هذه الفعالات أمام هذا المستوى من الردود. يحاول أن يحصر هذه الجبهات ولكن إعلاميا يترجم في خطاب عالي المستوى. بات العدو يضرب 1000 حساب لإصابة أي مدني مثلا على سبيل المثال في لبنان عندما يقصف المنازل أو يقوم ببعض الاستهدافات لبعض كوادر المقاومة. بات يتحاشى مسألة المدنيين وأكثر من ذلك، وربما يعني سأتحدث لأول مرة في هذا المجال اسمح لي، عندما يريد أن يقصف منزل معين بات الآن من يدير المسيرة أو من يدير الأف 35 يقوم بالاتصال بصاحب المنزل، عليك أن تخلي المدنيين تفاديا لوقوع. نعم تفاديا لوقوع. وقد تجرأ أحد المقاومين بأن يقول لمن يدير الأف 35 اللي اتصل به باسم إبراهيم، قال له عليك أن تخلي خلال 5 دقائق، فقام بإقفال الخط وقال له لن أخلي، وأقفل الكادر الخط. بعد قليل لم يخلي، بعد قليل اتصل شخص آخر بمسمى آخر آدم، قال له عليك أن تخلي هناك مدنيين في المنزل وسوف نقصف المنزل. وهو قدر بأنه لأنه ليس هناك مسيرات قد تكون هذه F-35، فقال له لن أخلي المنزل من المدنيين، لن أخلي خلال هذه الدقيقة، أحتاج إلى أكثر من نصف ساعة، وإن قصف قبل نصف ساعة حدد له نقطة معينة في الكيان، قال له النقطة الفلانية ستزال برمتها، صمت ولم يتحدث بالمطلق وأكفل الكادر الخط بوجههم واستلزمه الأمر نصف ساعة ليخلي، وفيما بعد حوالي الساعة تقريبا تم قصف المنزل. انظر هذا العدو الذي يمتلك الجبروت ويمتلك كل القدرات بات الآن يخشى أن يقصف منزلا ويكون هناك مدنيين. لماذا؟ لأن هناك مظلة، هناك حماية لمجتمعنا لأمننا باتت المقاومة
قادرة على تحقيقها، وهو يتلقى العدو يتلقى ردا عنيفا من المقاومة عندما يكون هناك استهداف للمدنيين أو لأي منشأة مدنية. الحرب سجال، يستهدف كوادر، يستهدف مقاومين، هذه طبيعة الحرب، هذا دور المقاوم الذي يقوم به. أما استهداف المدنيين فهذا أمر بات غير مقبول بالمطلق، ولا يمكن إلا أن يرد عليه سواء في لبنان أو سواء في اليمن. والجريمة التي ارتكبت في ميناء الحديدة كان ردها اليوم بأننا لن نصمت أبدا عن أي استهدافات تتجاوز الحدود وتتجاوز قواعد الردع التي باتت موجودة. المقاومة ثبتت هذه القواعد، تحمي المدنيين وتقوم بواجب الدفاع وتستنزف العدو. بالمقابل العدو غير قادر على تحقيق هذا الأمر. الأمن الداخلي لديه في حالة عجز شبه تام عن حماية أمنه الداخلي وصولا إلى تل أبيب كما حدث اليوم. وعلى مستوى الشمال وعلى مستوى غزة وعلى مستوى الضفة الغربية، لا سيما لناحية العمليات النوعية التي باتت تسجل من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل أو حتى ضمن الضفة الغربية، واقع المختلف. المقاومة بات مختلفا اليوم بشكل تام عما كان عليه سابقا. باتت المقاومة ندا أساسيا لجبروت هذا العدو، وقادرة أن تحدد وتغير هي قواعد الاشتباك، وليس هو من يقوم بالقصف ويقوم بالأعمال التي من شأنه أن يعتبر نفسه بأنه يعربد في هذه المنطقة دون أي حسيب أو رقيب. هذه أيام باتت خلفنا، كل ما يفعله الآن هو أن يستخدم القوة التدميرية وأن يصعد في الخطاب السياسي والإعلامي بوجه المقاومة أو بوجه دول محور المقاومة. هذا ما يمكن فعله، لا سيما عندما يعلم أو عندما يكون هناك إرسال لبعض الموفدين الغربيين إلى لبنان لكي ينقلوا هذه التهديدات ويهولوا على الحكومة اللبنانية كما يعني فعل بوريل قبل يومين، وسيأتي لاحقا هوكستين في زيارته السادسة إلى لبنان ليقول بأنه إسرائيل تريد التصعيد في الحرب، تريد أن تشن عدوانا واسعا على لبنان وإلى آخره، عليكم بأن تتصرفوا وأن تضغطوا على المقاومة وعلى حزب الله لإقفال هذه الجبهة وإيجاد تسوية معينة. هذا الخطاب يتصاعد مع ما يعني تقوم به الحكومة من تهويل، ومع زيارات المفادين الغربيين للضغط على الحكومة اللبنانية بشكل أساسي. طيب أستاذ ياسر مناع، بالعودة إلى بعض المصادر في اليمن الخاصة طبعا وما قالته للميادين، نذكر ببعض ما قالته هذه المصادر بأنه لا يمكن الاعتماد على الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بأي عمليات للجيش اليمني، وأن الجيش اليمني وعد بتنفيذ عمليات دقيقة ومفاجئة وسينفذ كل وعوده بلا استثناء. كما أضافت هذه المصادر، لا يكون هناك رد فقط بل سيتبع ذلك عمليات دقيقة ومدروسة واستراتيجية ونوعية ومستمرة. في أي إطار تضع هذا الكلام وإلى أي مرحلة يقودنا؟ وإسرائيليا كيف يمكن أن يفهم هذا الكلام؟ يعني في البداية إذا لم يكن هناك تبني يمني رسمي، هذا يجعل إسرائيل في حيرة. هي يعني تدرك أن هناك رد من قبل إيران منتظر، هناك رد من قبل اليمن منتظر، وبالتالي تخلق نوعا من الإرباك باعتقادي أن هذا ينصب أيضا في الحرب النفسية. المجتمع الإسرائيلي منذ عمليات الاغتيال التي وقعت في بيروت وفي طهران هو في حالة انتظار دائم، في حالة ترقب دائم. إذا نظرنا إلى البورصة الإسرائيلية هناك عدم استقرار، ارتفاع وهبوط، كل ذلك يعني في ضوء هذا الإرباك. هذا أولا. ثانيا، أن صاروخ واحد يطلق من اليمن يؤدي إلى ذلك 2 مليون في الملاجئ، التكلفة المادية لصواريخ الاعتراض، الفشل في صواريخ الاعتراض، يطرح السؤال أيضا مهما، كيف إذا لو تم قصف إسرائيل بأكثر من صاروخ ماذا سيكون الحال؟ ما فائدة كل هذه الأنظمة أكثر من 22 نقطة دفاع جوي في يعني اجتازها هذا الصاروخ؟ كل هذه الأسئلة اليوم تطرح في إسرائيل. باعتقادي أن إسرائيل تدرك اليوم بأن كما قال ضيفك الكريم بأن كل عملية استهداف خارج أراضيها لليمن أو لبنان أو حتى إيران وفي أي مكان سيقابلها برد، وهذا بالنسبة لإسرائيل هذا شيء مهم جدا. اليوم يعني سنجد أصواتا في إسرائيل وإن كانت ضعيفة
في المؤسسة الأمنية مثلا أو في الداعمة للائتلاف الحاكم تطالب الحد من هذه العمليات وتطالب بإنهاء ومحاولة إنهاء الحرب في قطاع غزة رغم الظروف المعقدة. باعتقادي أن نتنياهو اليوم في موقف صعب، من الممكن أن يحاول عبر الولايات المتحدة الأمريكية أن يناول الخروج منه، إلا أن ذلك يعني يزيد من صعوبة وتعقيد المشهد. يعني كما هو معروف الحرب يبدأها شخص ولكن تنتهي بعدة أشخاص وأطراف وتفاعلات. دكتور حسان، وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن قائد الدفاع الجوي سابقا العميد احتياط تسيفيكا حيموفيتش يقول أن الصاروخ القادم من اليمن هو المدى الأطول الذي شاهدناه حتى الآن. كيف تعلق على هذا يعني الكلام؟ هذا دلالة، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة والتطورات جديدة تواجهها إسرائيل اليوم وتتكشف يوما بعد يوم. يعني الأهم في هذه المسألة على المستوى التقني بأن القدرات اليمنية وأيضا سبق وذلك في لبنان أيضا باتت تواكب التقدم الإسرائيلي على المستوى التكنولوجي وتبحث عن نقاط الضعف فيه وتقوم بتجاوزها للوصول إلى هذه المرحلة، وهذا مؤشر مهم جدا على مستوى المواجهة بيننا وبين العدو الصهيوني. يعني لم يعد العدو يمتلك كما كان سابقا كل التكنولوجيا المطلقة التي تؤمن له الهجوم والدفاع. نعم، على مستوى الهجوم الآن هو قادر على تحقيق أي هدف من خلال منظومات تقنية الموجودة لديه ويقوم باستهدافه من مسافات بعيدة بالF-35، ولكن على مستوى دفاعه هو يعتمد على التكنولوجيا أيضا بشكل كبير، ولكن على ما يبدو هذه الدفاعات تم اختراقها وتم تزويد هذه الصواريخ البالستية بقدرات تكنولوجية تمنحها إمكانية تجاوز هذه الدفاعات الصهيونية، وهذا مؤشر خطر جدا بالنسبة للكيان، وهذا له دلالاته وتداعياته على مستوى شعور المستوطن بأنه بأمن في هذه المرحلة وأنه يستطيع أن يعيش حياة طبيعية. يعني هذه المنطقة التي يعتبر بأنه لا تزال آمنة نسبيا، أي وسط كوشدان أو تل أبيب الكبرى، يعتقد بأنه قادر على تنظيم وبناء اقتصاد الحرب في هذه المنطقة وحياة التعليم والحياة العامة بشكل عام في هذه المنطقة، الآن أصبح مهدد. يعني سبق أن قامت القوات المسلحة اليمنية بإيصال مسيرة إلى تل أبيب، والآن هي توصل هذا الصاروخ إلى تل أبيب. يعني باتت مختصة، القوات المسلحة اليمنية باتت مختصة بشؤون تل أبيب الأمنية الداخلية، وهذا يمكن أن يعطينا مؤشر في مرحلة مقبلة بقدرة أعلى وأكثر كثافة على استهداف هذه المنطقة التي كانت محرمة أن تصل إليها أي قوة أي صاروخية أو أي مسيرة سابقا. وهذه القدرات عندما نتحدث عن أنها موجودة لدى اليمن، فبالتالي هناك أعظم منها سيكون موجود لدى المقاومة في لبنان، وهناك قدرات أعظم على الاختراق بسبب قرب المسافة. كما تحدثنا هناك حوالي 2000 كيلومتر مدى هذا الصاروخ من اليمن إلى تل أبيب. أما إذا تحدثنا عن لبنان فليس هناك إمكانية أبدا للتصدي لمثل هذه الصواريخ إذا كانت تمتلك هذه التكنولوجيا بسبب قصر المسافة بين الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وبين وسط الكيان الصهيوني أو حتى جنوبي. هون نتحدث عن بضعة مئات كيلومترات، 200 أو 300 كيلومتر، ولا نتحدث عن آلاف الكيلومترات. هذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للمعركة مع العدو الصهيوني، وهذا يفترض أن يدفع به أكثر ليفكر كيف ينهي هذه الحرب بعيدا عن أي مصالح إقليمية أو داخلية أو حتى على مستوى الولايات المتحدة وحسابات الإقليمية. اسمح لنا أن نرحب بالعميد شارل أبي نادر، محلل ميادين للشؤون الأمنية والعسكرية، ينضم إلينا الآن مباشرة من جبل لبنان، نتحدث أكثر عن الجانب العسكري فيما يتعلق بهذا الصاروخ الذي سقط في وسط إسرائيل. صباح الخير سيادة العميد، أهلا بك معنا في هذه التغطية.
فيما يتعلق بهذا الصاروخ، تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي عنه أنه انطلق من اليمن ومساره بلغ حوالي 2000 كيلومتر، والوقت المطلوب لصاروخ باليستي ليقطع مثل هذه المسافة هو حوالي 15 دقيقة. بداية، أي نوع من الصواريخ هو هذا بحسب تقديرك طبعا؟ وكيف يمكن تفسير عدم تمكن كل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية من إسقاطه قبل الوصول إلى الحدود أو اعتراضه بالشكل المطلوب؟ صباح الخير، تحياتي للجميع. طبعا نتكلم اليوم عن استهداف ربما استثنائي نفذته الوحدات اليمنية. أولا استثنائي في اختيار الهدف، استثنائي في اختيار التوقيت واختيار، واستثنائي في اختيار الوسيلة. أعود إلى سؤالك أستاذ أحمد عن الوسيلة. نتكلم عن صاروخ فرد صوتي، واضح نتكلم عن صاروخ فرد صوتي يقطع مسافة 2000 كيلومتر بتوقيت أقل من 13 دقيقة. هذه ربما من مميزات الصواريخ الفرد الصوتية. ربما هو الصاروخ الأول الفرد الصوتي التي تستعمله الوحدات اليمنية، وكانت قد أشارت أساسا إلى أنها تمتلكه وأنها في صدد ربما استعماله. قدرة الصاروخ رأيناها أولا في السرعة تكلمت عنها، رأينا قدرة الصاروخ التدبيرية، يعني حتى ربما المعلومات اليوم لو حتى الآن لا وجود إصابات كبيرة، ولكن سوف تتكشف هذه الإصابات تبعا هذه النقطة تعودنا عليها مع العدو الإسرائيلي. ولكن بمجرد مشاهدة الصور نحن نشاهد أن يعني الصور هناك حريق في السكة الحديدية التي هي بعيدة عن مناطق برية، مناطق مكشوفة. أن يكون هناك حريق في المناطق المكشوفة وتدمير وحريق على سكة حديدية من المنطقي والمفترض أن تكون بعيدة عشرات الأمتار عن هذه هي الصور. فقط دعنا نشير سيادة العميد أنه هذه الصور التي تتحدث عنها حضرتك ولموقع سقوط أجزاء من هذا الصاروخ الاعتراضي في محطة قطار بعثي مودعين في وسط إسرائيل. تفضل. نعم، هذه الصور، هذا يدل أن هناك قدرة تدميرية للصاروخ، هو ليس صاروخ عادي أن يدمر ويحرق مناطق هي بعيدة عن بعضها عشرات الأمتار وبهذه القدرة التدميرية. نتكلم اليوم عن صاروخ متطور، عن صاروخ له قدرة تفجيرية. أن نعود للنقطة أو السؤال في لماذا فشلت منظومات الدفاع الجوي للعدو. هناك مرحلتين من منظومات الدفاع الجوي. المرحلة الأولى التي هي تتجاوز ربما 1800 متر هي خارج الكيان، هي كانت تتكفل بها الوحدات الأمريكية. اليوم يبدو أن اختيار التوقيت للوحدات اليمنية كان مهما وحساسا بانسحاب بعض القطع الحربية الأمريكية من المنطقة، والتي كانت قد غطت نسبة كبيرة من الدفاع الجوي خارج أجواء الكيان. هذه نقطة أتت في اختيار التوقيت المناسب للوحدات اليمنية. نعود إلى المسافة المتبقية والتي هي بحدود 200 كيلومتر تقريبا. عندما نتكلم عن صاروخ فرد صوتي سريع، ال 200 كيلومتر هي يقطعها هذا الصاروخ، وخاصة هذه الصواريخ في المرحلة الأخيرة تزداد سرعتها بشكل أكبر من سرعة الانطلاق. أن يقطع مسافة 200 كيلومتر أعتقد هذا الموضوع هو في دقائق عدة، ولن يتسنى لمنظومات دفاع جوي، أي منظومات دفاع جوي، أن تتعامل مع صاروخ يعني ينطلق بسرعة كبيرة في هذه المسافة التي بالنسبة لمساره هي مسافة طويلة. من هنا نجحت الوحدات اليمنية في اختيار هذه الوسيلة. في اختيار الهدف طبعا، هدف هو أساسي، هدف هو حيوي، هدف يتلاقى ويتكامل مع هدف الذي استطاع حزب الله أن ينجح باستهدافه، وخسائره أو تداعياته بدأت تتظاهر بشكل كبير مؤخرا في سكنات جيرلو. انطلاقا من كل هذه النقاط نستطيع أن نقول أن اليمنيين اليوم استطاعوا أن يحدثوا صدمة أساسية بالنسبة للكيان. طبعا أتكلم من الناحية العسكرية، لناحية الجيش، لناحية منظومات الدفاع الجوي، ولناحية اختيار هدف حساس وأساسي سوف يكون له تأثيرات مهمة على الكيان بشكل كامل. أستاذ العميد، فيما يتعلق بهذه النقطة التي أشرت إليها حضرتك وهي نقطة مهمة طبعا، فيما يتعلق باختيار توقيت إطلاق هذا الصاروخ مع انسحاب عدد من حاملات الطائرات الأمريكية من المنطقة منذ أيام، لكن في المقابل هناك قواعد عسكرية وأيضا هناك قطع بحرية موجودة في المنطقة
لهذا الهدف، ربما لحماية إسرائيل للتصدي لبعض الصواريخ التي يمكن أن تطلق من مناطق بعيدة. هذه أيضا القواعد العسكرية أو هذه القطع البحرية أيضا، لماذا لم تتمكن من اعتراض هذا الصاروخ قبل وصوله إلى حدود فلسطين المحتلة؟ أستاذ أحمد، الوحدات اليمنية تنفذ مناورة هي مستمرة منذ بداية طوفان الأقصى، منذ أن أطلقت مناورتها بفرض حصار بحري على الكيان وعلى السفن التي تدخل إلى الكيان، وهي تتعامل مع أحدث القدرات الغربية الأمريكية والبريطانية، واستطاعت بنسبة معينة، لا نقول بنسبة كاملة، أن تتفوق عليها. عندما يكون هناك استهداف في بحر عمان، عندما يكون هناك استهداف في مناطق قريبة من شمال المحيط الهندي بصواريخ باليستية على سفن متحركة وتنجح الوحدات اليمنية. طبعا نحن نتكلم عن تجربة متواصلة في الاستهداف، تجربة متواصلة في اختيار المسالك البحرية الآمنة التي هي ربما تكون غير موجود فيها منظومات دفاع جوي بشكل كثيف، يعني لا يمكن تغطية آلاف الكيلومترات بشكل كامل، وهذا هو البعد الذي درسته الوحدات اليمنية في اختيارها المسالك، مثل ما اختارت مسلك دخول طائرة يافا إلى ووصولها إلى تل أبيب متجاوزة كل القدرات، حتى بوجود يعني الحد الأقصى من القدرات الأمريكية حينها. نستطيع أن نقول أن الوحدات اليمنية يعني كما قلت أنا تختار الهدف، مناورة اختيار هدف بشكل ناجح جدا، مناورة اختيار وسيلة، واليوم نتكلم أو الآن نتكلم عن مناورة اختيار مسار بحري جوي أيضا آمن لمسار صواريخها. هذا الموضوع قد يفتح على صواريخ أخرى، قد يفتح على مقذوفات أخرى. أعتقد أننا اليوم نستطيع أن نقول أننا انتقلنا في المناورة اليمنية من مستوى إلى مستوى آخر في ظل ما حصل اليوم في هذا الصاروخ في منطقة هي في عمق تل أبيب، لا نقول أنها في الضواحي، هي في عمق تل أبيب، منطقة القطارات الحديدية، هي عطلت اليوم حركة السكك الحديدية في كل الكيان، أكثر من 2,500,000 مستوطن في الملاجئ، بعد اليوم أي صاروخ في الأجواء حتى لو لم يكن هناك هدف أو سقوط قتلى سوف يؤثر بشكل كبير على المستوطنين. تداعيات هذا الحدث اليوم هي أبعد من الإصابات أو أبعد من القتل المدنيين، ربما اليمنيون أو محور المقاومة بشكل كامل لا يتكلم عن إسقاط مدنيين ولا يهدف ربما بالتحديد إسقاط مدنيين، هو يهدف إلى هز الكيان، إلى إحداث صدمة أساسية في قدرات الكيان وفي قيادته السياسية والعسكرية ويفرض قدراته بشكل كبير. هذا هو المستوى الذي فرضته اليوم الضربة اليمنية التي هي استثنائية وصاعقة. طيب الآن ننتقل من جديد إلى ضيفنا من رام الله الأستاذ ياسر مناع. أستاذ ياسر، ماذا عن تداعيات هذا الحدث اليوم وإطلاق هذا الصاروخ وسقوطه في وسط فلسطين المحتلة، وآخر المعلومات تشير إلى إصابة 9 إسرائيليين، وأيضا المعلومات تشير إلى أنه سقط على بعد 6 كيلومترات من مطار بن غوريون، وهذه معلومة مهمة طبعا. ماذا عن تأثير هذا سقوط هذا الصاروخ على الداخل الإسرائيلي، وكيف سيتم التداول في هذا الموضوع؟ أي أزمة سيضيف إلى الأزمات الإسرائيلية الداخلية برأيك اليوم؟ يعني بلا شك هذا الصاروخ يعني يؤكد أولا وأخيرا بأن منظومة الردع الإسرائيلية التي انهارت في 7 أكتوبر حتى اللحظة لم تنجح إسرائيل في ترميمها، رغم محاولات إظهار أنها يعني تستهدف في كل مكان، وأن كما يقال بين قوسين أن يدها الطولة في كل مكان، إلا أن هذا الصاروخ وهكذا عمليات يعني تثبت زيف هذا الادعاء أولا. ثانيا اليوم السؤال يعني الذي من الممكن أن يطرح في إسرائيل، إلى أين نتنياهو يعني ذاهب بهذا الكيان؟ هذا سؤال مهم جدا، يعني بدأنا نسمع بعض المحللين الذين يقولون إلى أين نحن ذاهبون، ما طبيعة التهديدات التي يعني بتوسيع الحرب في لبنان؟ كل ذلك يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في حالة من التخبط. الحرب في قطاع غزة دخلت الشهر 12 دون أي أهداف ولم تحقق أي من أهدافها الرئيسية، هذا يضيف عبء على نتنياهو، إضافة إلى ذلك ملف التبادل وإهماله لملف الأسرى. هذه التظاهرات في إسرائيل باعتقادي أنها ستتسع نوعا ما، سيكون هناك المزيد من المطالبات بالضغط على الحكومة لإبرام صفقة التبادل. دور الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تريد التصعيد في المنطقة، هذا شيء مهم، وهي تحاول
إظهار أن إسرائيل يعني أنها غير قادرة على كبح جماح إسرائيل، إلا أن الولايات المتحدة كما قلت هي اليوم منشغلة في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي هذا يقيد إسرائيل أكثر فأكثر. ما جرى اليوم من استهداف يحمل أبعاد استراتيجية أولا، ومن ثم أبعاد يعني استخباراتية، بمعنى أن الموقع الذي تم استهدافه يعني هو معلوم ومعروف لدى حزب لدى الحوثيين، وأنه إطلاق غير عشوائي، وهذا أيضا يشكل قلق بالنسبة لإسرائيل، لأنه إذا تم استهداف هكذا منشأ من الممكن أن يتم استهداف منشآت أكثر حساسية. إلى جانب آخر، يعني كما قال ضيفك الكريم، أن كل هذه الاستهدافات على ما يبدو أنها استهدافات لمنشآت عسكرية، بمعنى أن لا استهدافات للبنية التحتية ولا استهدافات للمنشآت المدنية، وهذا يسحب المبرر والذريعة من إسرائيل لتنفيذ أي اعتداء واسع على لبنان أو على اليمن. يعني إسرائيل تحاول إيجاد مبرر لاستهداف البنية التحتية في لبنان واستهداف يعني السكان والمدنيين في لبنان، وبالتالي ما دام أن المقاومة الإسلامية في لبنان أو حتى الحوثيين يستهدفون المواقع العسكرية، ستكون إسرائيل يعني سيسحب كل البساط من إسرائيل في توسيع دائرة استهدافها. دكتور حسان، فيما يتعلق ب الردود الإسرائيلية أو كيفية قراءة هذا التطور اليوم، وطبعا بعد تكشف كل المعلومات، برأيك ماذا عن السلوك الإسرائيلي بعد هذه المرحلة؟ هل سيتجه أكثر إلى التصعيد، خاصة فيما يتعلق بالجبهة اليمنية، بعدما تأكد بالنسبة للجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أطلق من اليمن، وطبعا ربما ستكون هناك مواقف يمنية رسمية ربما خلال الساعات القليلة المقبلة فيما يتعلق بهذا الحدث من ناحية التبني أو أي شيء يمكن أي يتم الحديث عنه فيما يتعلق بهذا الصاروخ الذي وصل إلى وسط فلسطين المحتلة؟ نعم، يعني عندما دخلنا الاستديو مع حضرتك كان الحديث عن منطقة مفتوحة، ونعم بضعة كيلومترات عن مطار بن غوريون، يعني مطار تل أبيب حوالي 6 كيلومتر. أما الآن بعد هذه المشاهد فمن الواضح بأن هناك استهداف لبنى تحتية، أي نستهدف قطار، وعلى ما يبدو بأنه محطة قطار، ليس محطة قطار، عندما نتحدث عن جسر معناته هناك قطار يمر على هذه الجسر، وواضح أن النيران تندلع في قطار، وهذا القطار لا يمكن أن يمر ويكون فارغا، وواضح أن الضربة كبيرة ومهمة جدا، والنيران التي اشتعلت هي نيران الشظايا التي ذهبت في المناطق. نعم هناك اشتعال لقطار وليس لمحطة قطار، المحطة لا تكون على الجسر بهذا الموقع، هناك اشتعال لقطار، وهذا القطار من الواضح أنه قد يكون متجه باتجاه المطار، وهناك العديد من الأشخاص في داخله، لذلك أعتقد أن هذه الضربة يعني إلى اتجاهات متعددة أو أبعاد متعددة. فيما يتعلق بالضحايا الذين أو القتلى الذين سقطوا في الكيان، وفيما يتعلق باعتبارها بنى تحتية، يعني الرد اليمني بات واضح المعالم، هناك استهداف لبنى تحتية في ميناء الحديدة، هذا استهداف لبنى تحتية لجسر لقطار على هذا الجسر، إضافة إلى الخسائر المادية والبشرية والمعنوية التي لحقت بالكيان. أعتقد تقييم الخاص هذه أهم الضربات التي وجهت إلى العدو الصهيوني خلال هذه الحرب بعد 7 أكتوبر، ومن الصعب عليه أن يرى هذه المشاهد يلي هي تشابه المشهد الذي تباهى به في الحديدة، عندما تباهى العدو بأن انظروا إلى الدخان يتصاعد على مدى زمني طويل، هذا مشهد يقابل ذلك المشهد، وهذا أمر يؤلم العدو ومن الصعب عليه أن يتعامل معه في ظل هذا الضعف وعدم القدرة والعجز على المواجهة. لذلك نعم أعتقد أننا نحن باتجاه حملة تصعيد وتهويل أعلى مستوى، كما بدأ بالأمس في لبنان هناك حملة تهويل وتصعيد وتهديدات عالية ستكون، وسيكون هناك ابتزاز جديد للأمريكي بأنكم سحبتم حاملة الطائرات لينكولن، عليكم أن تعيدوا حاملة الطائرات إلى المنطقة، لأننا غير قادرين على حماية أنفسنا، ونريد أن نحظى بهذه الحماية من قبل
السفن الحربية الأمريكية. هذا سيكون ابتزاز جديد للأمريكيين، دعهم والأمريكيين وشأنهم، ولكن فيما يخصنا نحن هذا أمر مهم وأساسي، بنى تحتية مقابل بنى تحتية، خسائر بشرية مقابل، كان الحديث عن تدافع، مرة 5 جرحى ومرة 9 جرحى نتيجة تدافع. أعتقد أن هناك سيكون أرقام مهمة على مستوى الإصابات في هذا في هذه العملية، عدا أنا عن أبعاد الاستراتيجية وقرب من المطار. نعم، نحن أمام معادلة جديدة كما فرضتها المقاومة في لبنان، تفرضها أيضا القوات المسلحة اليمنية على تل أبيب وعلى الحكومة الصهيونية. فليبحثوا عن المخارج لإنهاء هذه الحرب التي لا مجال إلا لإنهائها، إلا طبعا عندما يتشبث البعض باستمرار العدوان، لأن هذه الحرب لم يعد هناك نجمع كمراقبين بأنه لا مصلحة إسرائيلية في هذه الحرب. على العكس، من يتحمل الخسائر في هذه الحرب من الجهة المعادية أو من المحور المعادي هو بالتحديد الكيان الصهيوني، على مستوى القتلى الذين يسقطون، وعلى مستوى خسائر الجيش، وعلى مستوى المعدات، وعلى مستوى البنى التحتية التي بدأنا نشاهدها اليوم. هو يتحمل هذه الخسائر، لما يتحمل؟ هناك من يدعم هذه الحرب ولا يتحمل خسائر، هناك من يدعم هذه الحرب ولا يتحمل خسائر، لا اقتصادية ولا بشرية، بل هو مستعد لتمويل استمرار هذه الحرب. هذا ما يمكن أن نفسر به استمرار هذه الحرب دون معنى بالنسبة للكيان. يعني مع الأسف بعض يربط بمسألة المصالح الشخصية لنتنياهو. أي مصالح شخصية؟ نتحدث عن حكومة العدو، أيا كان رئيس حكومة العدو سيتصرف بنفس الأسلوب وربما بأكثر فظاعة، حتى من كان من بينهم يسمونه المحب للسلام، يعني رابين وغيره بين مزدوجين. فأيا كان رئيس حكومة العدو سيتصرف بنفس السلوك وبنفس الإجرام. لا نريد أن نشخصن المسألة وهي مصالح شخصية لنتنياهو، لا أبدا، هي تتعلق ليس فقط بالمصالح الشخصية، قد تتقاطع ببعض الأحيان مصالحه الشخصية، نعم ليس لا، ولكن لا نريد أن نبرز وكأنه نتنياهو هو السبب في هذه الحرب وهو السبب في هذا الإجرام، وأن دولة العدو، دولة كيان العدو، هي دولة محبة للسلام. هذا بعض الإعلام العربي ما يحاول ترويجه بأنه المشكلة لدينا في نتنياهو، يعني علينا فقط أن نزيح هذا الشخص لكي نعود أمام كيان محب للسلام. لا، هذا أمر خاطئ، وترويجه في بعض الإعلام العربي يثار حوله علامات استفهام. سيادة العميد شارل أبي نادر، ضيفنا الدكتور حسان كان يقول أنه هذا الحدث اليوم هو أهم مشهد نراه منذ 7 أكتوبر. برأيك هذا الصاروخ الذي أطلق اليوم على وسط إسرائيل من ناحية التوقيت ونوع هذا الصاروخ، هل هو فعلا محطة مفصلية اليوم في إطار أو في سياق الصراع مع العدو الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بجبهات الإسناد الداعمة لغزة طبعا؟ نعم، نستطيع أن نقول هكذا. ربما أنا أشرت إلى هذه من الناحية، طبعا استعمال صاروخ جديد بقدراته وسرعته وبقدرته على تجاوز منظومات الدفاع الجوي. هذا المشهد اليوم أستاذ أحمد نستطيع أن نقول أنه نقطة مفصلية. لماذا؟ هو أنا بتقديري أحد شاهد الانتقال إلى المواجهة الواسعة. إذا حصل هناك مواجهة واسعة بين الكيان وبين محور المقاومة، هذا مشهد من ضمن المشاهد التي سوف نراها. طبعا سوف نرى مشاهد أكبر. هذا تخطى موضوع جبهات الإسناد التي تعودنا عليها، مع أن ربما حزب الله في رده على اغتيال شهيد القائد شكر قدم مشهدا ربما قريبا من هذه المشاهد القريبة من موضوع المواجهة الواسعة. اليوم إسرائيل، أنا بتقديري، القيادة الكيان، قيادة العدو وقيادتها السياسية والعسكرية يجب أن تقف وتنظر إلى ما وصلت إليه هذه النقطة. هل هي مستعدة لتحمل هذه القدرات العسكرية حتى الآن التي هي ربما غامضة، ربما يوجد، ومن المؤكد طبعا أنه يوجد قدرات مضاعفة أكبر في القدرة التدميرية. ماذا لو كان هناك 4 صواريخ من هذا النموذج من اتجاه اليمن، واليمنيون لديهم الإمكانية وقادرون؟ ماذا لو كان هناك عدد من الصواريخ من الجبهة الإسناد اللبنانية بنفس التوقيت مع مسيرات من الجبهة العراقية وتصب كلها في وسط إسرائيل؟ لن أقول أنها تستهدف المطارات أو القواعد العسكرية، تصب في
جوش دان أو المنطقة الحيوية التي نتكلم عنها، كيف يمكن أن يكون الوضع هكذا؟ هل تستطيع قاذفات العدو أو طائرات العدو أن تتعامل مع كل قواعد الإطلاق في كل الأماكن البعيدة في اليمن وفي العراق وفي لبنان؟ منظومات الدفاع الجوي أشرنا إلى أول ربما فرصة سنحت للوحدات اليمنية بعد انسحاب نسبة معينة من القدرات الأمريكية من المنطقة البحرية والجوية والتي كانت تدافع عن الأجواء. في أول فرصة كان هناك استهداف صاعق واستثنائي. كيف يكون هذا المسار فيما لو تطورت هذه الأمور؟ أعتقد من هنا نستطيع أن نقول من الناحية العسكرية طبعا من قدرة الصاروخ وقدرة إمكانيات الوصول، وأيضا من ناحية الخوف وإمكانية أن يكون هناك مواجهة أوسع، كيف يمكن أن يكون وضع الكيان. من هنا نستطيع أن نقول، أنا بتقديري نعود لموضوع المناورة اليمنية في اختيارها. هي لم تنجح فقط اختيار الهدف واختيار التوقيت الخاص بها طبعا والوسيلة، ولكنها أيضا اختارت توقيت حزب الله أو المقاومة الإسلامية في لبنان أيضا يضرب، ووسع المنطقة الأمنية، أصبحت ضمن ال 20 كيلومتر، أصبحت كل قواعد الكيان هي تحت مرمى مسيرات وصواريخ حزب الله ودون قدرة على إيقاف هذه الاستهدافات بشكل كامل. طبعا نتكلم دائما بموضوعية، هناك قدرة لإسقاط نسبة معينة من هذه الإمكانيات، ولكن يبدو أن هناك إمكانيات كبيرة وعدد كبير. واختيار هذا التوقيت، الضغط من الشمال والضغط في غزة أيضا، يعني بالأمس كنا نتابع تقرير عن الخسائر، تقرير عن إطلاق صواريخ من عمق مدينة غزة على عسقلان، وكنا نتابع أيضا أن هناك تطور في العدد وفي الإمكانيات للمقاومة الفلسطينية، كامل فصائل المقاومة في فلسطين. لم نتكلم أيضا عن الضفة الغربية، عن الضغوط التي اليوم هي أساسية على الكيان في كل الاتجاهات، وربما قد تكون الأخطر لناحية اضطراره لسحب جهود كبيرة من الألوية لضبط المداخل لحماية فقط البؤر الاستيطانية والحواجز المنتشرة داخل الضفة لحماية منطقة الأغوار التي بدأت تشكل ثغرة. كل هذه الضغوط الخارجية والضغوط الاستراتيجية، أنا بتقديري من الطبيعي والمنطقي ومن المفترض أن تذهب بالكيان وقيادة الكيان إلى إعادة حساباته. سيادة العميد، فقط لو سمحت دعنا ننوه الآن إلى هذا العاجل على شاشة الميادين، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن هذا الصاروخ لو أصاب منطقة مبنية لكان يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة وإصابات كثيرة. حضرتك منذ قليل أشرت ربما قليلا إلى هذه النقطة، يمكن أن تذكرنا أو تحدثنا أكثر عن القدرة التدميرية لهكذا صاروخ إذا كان هناك مبنى أو موقع ربما سقط فيه بشكل مباشر هذا الصاروخ، ما الذي يمكن أن يحدثه من أضرار؟ الصور التي أظهرتموها أستاذ أحمد على الشاشة، مدى يعني القدرة التدميرية تقاس بمدى التمدد، مدى تمدد الشظايا ومدى تمدد الانفجارات. عندما نتكلم عن مدى واسع لتمدد الشظايا من قطار على سكة حديدية، ولم نشاهد أن النيران هي في جهة واحدة من القطار، رأينا أكثر من نقطة يعني حريق وانفجار في القطار. هذه هي الصورة، نحن نلاحظ في الأمام وفي الوسط هناك مسافة تتجاوز ربما على 100 متر بين أول نقطة استهداف وثاني نقطة استهداف في القطار. وأيضا نتكلم على الأرض في المناطق الواسعة، كنا شاهدنا على شاشتكم منذ قليل صورة لإحدى قنوات العدو مراسلة والنيران خلفها في منطقة حرشية. كل هذه الإمكانيات في تبدد قدرة الصاروخ أو القدرة التدميرية الواسعة، طبعا الكلام الذي يقوله الخبراء الإسرائيليون هو صحيح، لو سقط هذا الصاروخ في منطقة سكنية أعتقد كنا نتكلم، ربما نتكلم أنا بتقديري من الناحية العسكرية، شيء شبيه بما نشاهده من صواريخ اسكندر التي تسقط في منشآت حيوية أوكرانية، كما نشاهد قدرة تدميرية كبيرة وواسعة. طبعا هذا الموضوع لا علاقة له بالنظرة السياسية، أتكلم من ناحية تقنية، من ناحية قدرة التفجير ومن ناحية تأثيرات ومدى تمدد تدمير أو قدرة شظايا الصاروخ عند انفجاره. أستاذ ياسر، هذا التطور اليوم وما يحمله من رسائل كثيرة، يمكن برأيك أن يدفع أكثر باتجاه ربما التفكير بالتوصل إلى صفقة، ربما وصولا إلى هناء هذه الحرب بسبب تداعيات كل ما تقوم به إسرائيل من تصعيد، أم العكس برأيك هكذا تطور يمكن أن يجعل نتنياهو يتعنت أكثر ويصر أكثر على عرقلة أي جهود تبذل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار؟
يعني بلا شك أن جبهات الإسناد ومشاهد اليوم وبالأمس وعملية الاستهداف في المبنى الاستخباراتي، كل ذلك يشكل حالة من الضغط على إسرائيل. إلا أن المعضلة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بصفقة التبادل والاتفاق هو في اليوم التالي لغزة. هذا هي المعضلة. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت قاعدة منذ بداية الحرب أن لا انتصار للفلسطينيين، وبالتالي أي اتفاق مع فصائل المقاومه الفلسطينيه ومع الطرف الفلسطيني على ابرام صفقه تبادل، وان صفقه التبادل هي مرتبطه بنهايه الحرب، وحتى اللحظه كل المؤشرات تشير الى بقاء حماس على سده الحكم في قطاع غزه، وكان قبل ايام وثيقه للجيش الاسرائيلي الذي قدمها للمحكمه العليا ان حماس لا زالت قادره على اداره قطاع غزه. هذا يعني انه انتصار للفلسطينيين، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حتى اللحظة فشلتا في بلورة اليوم التالي لقطاع غزة، هذا من جانب. من جانب آخر، لا، حتى اللحظة لم يتم يعني موافقة أي طرف من الأطراف التي لجأت إليها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإدارة قطاع غزة، سواء الإمارات أو مصر أو حتى العائلات والعشائر والسلطة الفلسطينية. وبالتالي هذه باعتقادي هذه هي المعضلة الحقيقية التي تواجهها إسرائيل. إسرائيل اليوم في موقف حرج باعتقادي، وأن أي مخرج لهذه الحرب دون تحقيق الحد الأدنى من الأهداف هذا بمثابة خسارة مدوية لها في هذه الحرب. الفصائل الفلسطينية وحماس وضعتا جملة من الشروط لإنهاء هذه الحرب، منها الانسحاب الكامل من قطاع غزة، عودة سكان الشمال وإعادة الإعمار وإبرام صفقة التبادل. كل هذا مرتبط ببعضه البعض، وبالتالي لا يمكن تحقيق صفقة التبادل دون نهاية الحرب. كما قلت أن نهاية الحرب دون إيجاد حاكم بديل أو سلطة بديلة لحماس في قطاع غزة هذا بمثابة خسارة مدوية لإسرائيل، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة في هذه المرحلة. الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ ياسر مناع، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه التغطية، كنت معنا من رام الله. ونشكر العميد شارل أبي نادر، محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية، كنت معنا من جبل لبنان، شكرا لك سيادة العميد. ونشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن الأشمر، أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية. مشاهدينا الكرام، إذن هذا الحدث سنخصص له مساحة كبيرة في نشرة العاشرة بعد قليل، وسيكون ملفا أساسيا في النشرة المقبلة. شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.